أشاد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في اليوم الأول من جولته في شرق أفريقيا بالشراكة المحترمة التي اقترحتها بلاده لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي قبل زيارة كنائس لاليبيلا المحفورة في الصخر في أثيوبيا، والتي تسعى فرنسا للمساعدة في الحفاظ عليها. ويلتقي ماكرون اليوم قادة الاتحاد الأفريقي، ثم يتوجه في أول زيارة على الإطلاق لرئيس فرنسي إلى كينيا، آخر محطة في رحلته التي يختتمها يوم الخميس ويشارك خلالها في قمة المناخ كوكب واحد.